دكتور حسام ممدوح، أفضل جراح تجميل أنف عربي لعام 2020. بنسمع من حضرتك كتير مصطلح pain free أو العملية بدون ألم. إزايكم؟ أنا يمنى قارح وإنتوا بتسمعوا حور من ميديكازون بودكاست. عمليات تجميل الأنف واحدة من أكتر العمليات شيوعاً في مجال جراحة التجميل. في حلقة النهاردة هنتكلم عن التقنيات المختلفة لعمليات تجميل الأنف، هنتعرف على فوائد وتحديات كل تقنية. رحبوا معايا بدكتور حسام ممدوح، استشاري جراحة تجميل ومناظير الأنف، وكمان أفضل جراح تجميل أنف عربي لعام 2020، وحضرتك قمت كمان بأكتر من 6000 عملية تجميل أنف لمختلف الجنسيات في جميع دول العالم. ازيك يا دكتور؟ اهلا يوم، اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. دكتور، خلينا نبتدي الحلقه النهارده بسؤال كلاسيكي جدا، امتى الشخص يقدر يقرر انه محتاج عمليه تجميل؟ هو ربنا خلق الانف شكل ووظيفه، الوظيفه اللي هي التنفس، والشكل اللي يكون فيه هارموني مع ملامح الوجه. المريض اللي عنده مشكله عباره عن اعوجاج في الحاجز الانفي او تضخم في قرنيات الانف او لحميات في الجيوب الانفيه، بالاضافه الى عدم تناسق اجزاء الانف مع بعضها او تشوه ناتج عن حادث او عدم ملائمه لملامح وشه، زي ان يكون السمايلنج بروفيل بتاعه ان مناخيره بتقع بزياده وهو بيضحك او اي حاجه من دي، بيكون الحل المثالي بالنسبه له هو عمليه تجميل الانف اللي بنقدر من خلالها نصلح المشاكل اللي في الوظيفه بتاعه الانف، وكمان نستعيد شكل الأنف الطبيعي بإذن الله. فده المريض اللي يكون محتاج عملية تجميل أنف. طيب، حلو قوي. دايماً حضرتك بتقول إن الأنف هي رحلة السعادة في حياة الإنسان، أو تمام، تجميل الأنف تمام بشكل أدق هو رحلة تمام السعادة. اوصف لنا كده الرحلة دي يا دكتور. في الحقيقة احنا لما بدأنا نشتغل تجميل أنف من أكتر من 12 سنة، عملية تجميل الأنف كانت عملية سيئة السمعة بسبب الألم المصاحب ليها، التورم الشديد اللي بيحصل. فكان الهدف بتاعنا مش ان احنا نوصل لنتائج كويسة بس، لا، كمان كنا عايزين ان الرحلة دي ما تكونش مصحوبة بالألم، وتكون بين فري بدون أي ألم، تكون ممتعة للمريض لأنه في النهاية عايز يتبسط، عايز يوصل لشكل أنف جميل مرضي له. فعشان نوصل لده احنا في خطوات كتير لازم نعملها عشان نوصل لنتيجة مرضية وتكون بين فري خالية من أي ألم أو متاعب. بنبدأ بتقييم المريض بشكل كويس، فحص المريض في العيادة، نبدأ ناخد قياسات للوش، الوجه بتاعه، قياسات للأنف، نتناقش معاه في كل التفاصيل بتاعته، بنطلب تحاليل الروتينية بتاعت العملية، بنعمل أشعات خاصة به، فحص المنظار، ثم في النهاية العملية جوه أوضة العمليات نستعمل فيها كل الأجهزة الحديثة اللي توصلنا لنتيجة مرضية جدا للمريض. فبالتالي أثناء وصوله للهدف بتاعه اللي هو الأنف المثالي بيكون مر بتجربة جميلة جدا خالية من الألم تماما إن شاء الله. تمام إن شاء الله. إحنا طبعا لما بناخد القياسات هي علشان لازم نسبة حجم الأنف، في النهاية الأنف لازم تكون متناسقة مع ملامح مع باقي أجزاء يعني الوجه. كل حد الأنف المثالي بتاعه هي أنف خاصة به هو، مش في المطلق. دكتور حسام، بعد أكتر من 6000 عملية ناجحة، نقول ما شاء الله ونمسك الخشب يعني، بعد أكتر من 6000 عملية تجميل أنف ناجحة، إيه السر ورا نجاح عملية تجميل الأنف؟ واحد من أهم الأسرار لنجاح عملية تجميل الأنف جود أناليسيس، التخطيط والتحليل للبيانات بتاعة المريض. كتير دايما يبعت لي حد صورة يقول لي إيه رأيك في المناخير دي ونقدر نعملها إيه؟ أنا بعرفش أجاوب على السؤال ده. أنا بهتم جدا إن أنا أقعد مع المريض، أسمع منه، نشوف إيه شكوته الأساسية، نشوف احنا نقدر نحل المشكله دي باكتر من طريقه وباسهل طريقه ازاي، لان كل مشكله ينفع تتحل باكتر من طريقه. أكيد. لذلك وقت العمليه بيختلف من جراح للتاني ومن دوله للتانيه وكل حاجه. من الحاجات اللي بتساعدنا جدا ان احنا نعمل جود اناليسيس شكوته الرئيسيه ايه، نقدر نوصل لها ازاي باقصر طريق. احيانا بيكون عنده معتقدات خاطئه، زي ان هو شايف ان شكل انف معين هو بيحلم بيه، واحنا عارفين من خبرتنا ومن قياسات الوجه عنده ان ده مش هيبقى مش مناسب معاه خالص. فبنقدر نتناقش في ده. المقابله الاولى مع المريض بالنسبه لي هي ده اهم خطوه على الطريق الصح. اكيد احنا في لو 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 القصه دي ما ظبطتش بنمشي في طريق غلط تمام. فالمقابله الاولى دي هي اهم خطوه في تجميل الانف. أكيد. انك تقعد مع الدكتور بتاعك يبدا يتناقش معاك في كل البيانات اللي انت عايزها، وما تحاولش تعمل سكيب لحاجه او تفوت نقطه، قول كل اللي جواك وهو هيتناقش معاك بكل صراحه عشان تتفقوا على الاستراتيجي وتحط الخطه الكويسه ويبقى متخيل النتيجه اللي هيوصل لها بعد العمليه عشان ما يبقاش فيه هاي اكسبكتيشنز. تمام. طيب، حلو قوي.
هسأل حضرتك سؤال، هو سؤال هيوقعك في الفخ شوية دكتور، ممكن يزعل منك ناس كتير يعني، وحضرتك حبايبك كتير ما شاء الله. في رأيك ايه أفضل أنف في دراما رمضان السنة دي؟ بصي، هو كتير مناخيرهم حلوة جدا، مي عمر، روبي، ياسمين صبري، فضل عندنا سنين مانيا ياسمين صبري، انما مؤخرا يعني أيوة. طبعا ده بناخد الفيدباك من الناس اللي بيجوا يطلبوا، عندهم يطلبوا حاجه معينه. السنه دي مانيا اسماء جلال بصراحه، اسماء جلال بغض النظر ان كان دورها في المسلسل جميل جدا, جداً. كمان هي جداً. جميله هي ممثله شاطره جدا، كمان مناخيرها حلوه، مناخيرها مش باينه انها فيك، مش باينه انها مناخير طبيعيه، التب مرفوع لفوق شويه، مش طويله، ما بتقعش وهي بتضحك، يعني فيها كل المعايير البسيطه وتبدو طبيعيه. في لقطه مهمه جدا تعرفك ازاي المناخير اللي قدامنا ببساطه حلوه او فيها مشكله. لما اجي ابص ليك، لو انا عيني عدت مناخيرك بسرعه، يبقى المناخير ما فيش فيها اي دفوهات ولا اي حاجه، وتبقى الامور طبيعيه وجميله جدا. كل ده بينطبق على انف اسماء جلال، عشان كده هي تعتبر يعني الجولدن نوز في دراما رمضان السنه دي. اتفق معاك جدا يا دكتور، هي أكيد. ما شاء الله عليها، هي كلها على بعضها جميله جدا أكيد. يعني واكيد مناخيرها كمان مميزه. طيب هنروح لجزء مهم جدا في عمليات تجميل الانف، وهي عمليات تجميل الانف المفتوحه. دي واحده من التقنيات المستخدمه في عمليات تجميل الانف، ويمكن دكاتره كتير بتسهل عليهم العمليه، لان هي اللي بيميزها ان حضرتك بتقدر توصل لاجزاء داخليه قوي جوه الانف. فكلمنا اكتر عن عمليه تجميل الانف المفتوحه، ايه هي العمليه؟ تمام، هو في مدرستين عموما في تجميل الانف، تجميل الانف المغلق وتجميل الانف المفتوح. كل طريقة منهم لها مزاياها ولها عيوبها، ولكن في النهاية الدكتور لازم يكون كليفر انف انه يختار الطريقة المناسبة لكل بيشنت. يعني مش كل المرضى ينفع لهم الطريقة المفتوحة، ومش كل المرضى ينفع لهم الطريقة المغلقة. المزايا بتاعت كل حاجة بتخلينا ان هي مناسبة للمريض ومش مناسبة للمريض تاني. ولكن عموما الفرق بين تجميل الانف المغلق والمفتوح هو الانسجن او الجرح البسيط اللي بيكون في الفتح اللي بيبقى هنا، ده في الطريقة المفتوحة، التاني في الطريقة المغلقة. تمام، الطريقة المغلقة ما بتقدرش توصلنا لكل الأجزاء داخل الأنف. كمان زي ما أنا بحكي للناس دايما أن الجراح بيشوف في الطريقة المغلقة بصوابعه، بالأنامل، بالإحساس، إنما الطريقة المفتوحة بيشوف بعينه، بالمنظار، وبصوابعه. فأكيد الطريقة المفتوحة بتديك accessibility أكتر، وبتديك approach أكتر لكل التفاصيل الأجزاء الدقيقة داخل الأنف. أكيد. أنا شخصيا بميل أكتر للطريقة المفتوحة، بقيت بعمل حاجة ميكس بين الاثنين، ان هي طريقة مفتوحة ما فيش فيها انسيجنز كتير، هو مجرد جرح بسيط هنا. ده بيديني كل المزايا بتاعة العملية المفتوحة، واثر الجرح ده بيختفي خلال شهر او شهرين من تاريخ العملية، فيبقى انا خدت المزايا بتاعة المغلقة والمفتوحة في نفس الوقت. طيب هو فعلا ناس كتير بتخاف من العمليه المفتوحه علشان بسبب الجرح. بالظبط، الجرح اللي بيتساب هنا، لا ده اللي وصلنا له دلوقتي، ان هو بتاخد بيه انواع معينه من الخيوط الجراحيه التجميليه، بتاخد بشكل معين زجزاج، بحيث انه خلال شهر بيختفي تماما، ما يكونش له اي اثر باذن الله. فبالتالي بتكون الطريقه المفتوحه هي الانسب، لان هي في النهايه انت عايز نتيجه، النتيجه يعني انك تحقق لو عندي 20 نقطه نوصل ل 100% تحسن فيهم كلهم ان شاء الله. تمام، حلو قوي. بس اكيد في حالات بتستدعي ان لا، الحاله دي مش هينفع معاها غير عمليه الانف المفتوحه، وفي حالات تانية بتستدعي العكس. في حالات يكون مناسب لها جدا الطريقه المغلقه. ايه الحالات دي اللي بتستدعي عمليه الانف المفتوحه، وايه الحالات اللي بتستدعي عمليه الانف المغلقه؟ لو كنا هنشتغل على الدرزم او ظهر الانف بس، ده يكون مناسب له احيانا الطريقه المغلقه. انما لو هنشتغل على ارنبه الانف او عظم الانف او الانف من الداخل، لازم يكون الطريقه المفتوحه. انا بميل لايه شخصيا؟ انا بميل اكتر للطريقه المفتوحه. المفتوح. انا دايما بقول للناس، انا لو جبت سباح ماهر جدا، احسن سباح في الدنيا، ونزلته يعوم وانا مكتف ايديه، هو مش هيعرف يعوم. اكيد. تمام، فهو الطريقه المغلقه بيبقى عندنا قيود فيها، او بيكون متكتفين شويه، ان احنا بنشوف من خلال الانامل بتاعه صوابعنا او بالاحساس فقط، مش بالعين. كل ما كانت الفيجن احسن هتكون النتيجه أكيد. افضل اكيد يعني ان شاء الله. دكتور خلينا نروح لجزء صعب جدا، او جانب صعب من عمليه تجميل الانف، وهي الانف اللحمي. والحقيقه ان حضرتك ما شاء الله محقق نتائج مبهره في عمليات الانف اللحمي. كلمنا اكتر عن العمليه، وايه سر النجاح المبهر ده؟ الانف اللحمي واحده من التحديات الكبيره جدا اللي بتقابلنا في تجميل الانف. المشكله ببساطه ان كل ما كان الانف سميك بيكون بيدي نتائج ابطا، وبيدي نتائج اقل من الجلد الرفيع. في الحقيقه انا عشان احل مشكله زي دي سافرت من سنتين الهند،
حضرت دورة تدريبية هناك. الهندي تحديدا الجلد عندهم سميك جدا وكمان سكيني وأويلي بزيادة، فده يكون أحسن مكان تشتغل فيه أو تدرس فيه الأنف الأحمر. في تكنيكس جديدة كتير وتريكس كتير بتتعمل جديدة بعملها الوقت في الأنف اللحمي، عشان بس نكون متخيلين، في ناس بتعتقد لحد الوقت حتى من الجراحين أن أنا كل ما أشيل من المناخير وارمي يبقى أنا صغرت الأنف. في الحقيقة ده معلومة عكس الواقع تماما. إحنا الأنف اللحمي غالبا ما بنشيلش منه كتير، ولكن بنعيد ترتيب الغضاريف وعلاقتها بالعظام عشان نجبر الجلد السميك ده ان هو يمشي او يطلع الشكل اللي احنا عايزينه. فمثلا الناس تعتقد ان كل ما كان الانف كبير لو احنا شلنا الغضاريف ورمناها، هو ده في النهاية بيخلي الانف يصغر، بس السبورت بيضعف فبيديك انطباع ان الانف كبرت ما صغرتش. انما اللي احنا بنعمله نعيد ترتيب الغضاريف دي عشان نجبر الجلد السميك ان هو يسمع كلامنا ويدي الشكل المنصوب او الهرمي للانف الصغير الجميل، خصوصا كل ما كان السبورت بتاع الانف كويس بيدي نتيجة احسن باذن الله. بنسمع من حضرتك كتير مصطلح pain free أو العملية بدون ألم. تمام. إيه موضوع العملية بدون ألم؟ أنا زي ما قلت لحضرتك تجميل الأنف ورحلة الجمال والسعادة يعني. ففي النهاية إحنا عايزين نوصل للهدف بتاعنا وإحنا مبسوطين. عملنا حاجات كتير جدا عشان نوصل ان العمليه بين فري، لدرجه ان انا المرضى كتير انا بكتب بنادول لمده 5 أيام بعد العمليه، مديش اي انجكشن ولا بندي اي مسكنات ولا حاجه. كتير جدا المريض يوقف البنادول بعد يوم او 2 من العمليه، لان من كتر ما العمليه الالم فيها قليل جدا. السر في الالم يكون قليل جدا بعد العمليه التكنيكاليتي، التيشو هاندلنج، التعامل مع الانسجه برفق أثناء العملية، وتكون خبير في التعامل وتقليل وقت العملية، كل ده بيقلل الألم. بالإضافة إن احنا أول حد ما استعملناش فتيل داخل الأنف بعد العملية. طبعا فتيل ده شيء مرعب، تمام، الاستغناء عنه بيقلل نص الألم بعد أي العملية. أي حد يفكر في عملية التجميل ويفتكر الفتيل خلاص بيهرب على طول. لا، مفيش فتيل من سنين الكلام ده. فطبعا ده بيعمل ريدكشن للبين درجة 50% تقريبا. كمان التعامل مع الأنسجة أثناء العملية، استعمال أجهزة زي البيزو، المنظار أثناء الجزء الداخلي في الأنف، كل ده بيقلل الألم جدا لدرجة أن الموضوع حرفيا بين فري بدون أي ألم إن شاء الله. طيب حلو قوي. إمتى الكدمات بتبتدي تقل بعد العملية؟ تمام. أو الورم يبتدي يقل؟ قديما، انا مش هحكي عن قديما لان قديما كان الموضوع مرعب والناس كلها عارفه الموضوع، انما تنكلم معانا احنا في الحالات بعد بتاعتنا بعد التقنيات اللي موجوده دلوقتي والتطور، ان التورم اللي حوالين العين والازرقاء والكلام ده ممكن ياخد من يوم لعشر ايام حسب طبيعه الجلد. طبعا الجهاز البيزو قلل ده جدا، لان في فرق بين انك تكون بتشتغل بالات متعبه وانك بتشتغل بالالتراسونيك تكنولوجي، يعني ده بيقلل التورم جدا لدرجه انه يكون من يوم لعشر ايام، حاجه بسيطه جدا حوالين العين. بنشتغل عليه كمان بكمادات ثلج من اول يومين، وبعد اول يومين كمادات مياه دافيه. ده بيختصر جدا او بيقلل جدا الفتره بتاعه التورم والازرقاء حوالين العين، وتكاد تكون طبيعيه. مجرد ما بنشيل الكبيره من حوالين الانف بيفضل يوم او اتنين وخلاص ويختفي تماما بدون اي اثر. طيب في الفتره دي يا دكتور المريض بيمارس حياته بشكل طبيعي؟ ممارسه الحياه بشكل طبيعي بعد العمليه، انا دايما بقول للام او لو هي ام يعني، اول يوم او اتنين مش هنعرف نعمل شغل البيت قوي، تمام، انا بعد كده تمام مفيش مشكله. بالنسبه للولاد لو هيغيب عن شغله غالبا بيغيب في المتوسط اسبوع، وبعد كده بيمارس حياته بشكل طبيعي، بيرجع يمارس الرياضه مثلا فيتنس او كده بعد شهر من تاريخ العمليه، الامور بتبقى عاديه جدا ان شاء الله. يعني تقريبا اول يومين دول هم اللي بالذات ما بيبقاش فيهم اي يعني مجهود، يعني مش هيقدر يعمل مجهود قوي او يساعد حد او يعمل شغل بيت او اكتيفيتي معينه. تمام، حلو قوي. طيب في راي حضرتك دكتور حسام ممدوح، ايه معايير الانف المثاليه؟ في الحقيقه مفيش معايير ثابته للانف المثاليه لكل البشر. كل حد لازم مناخيره تكون طبيعيه على ولايقه على ملامح وجهه، لايقه على ملامح، وده اللي بيخلينا ما بنحبش نستعمل موبايل ابلكيشنز. هنحكي عن القصه دي طبعا، انما انا الانف المثاليه في حاجات جنرال زي ان طول الانف يكون تلت طول الوش، عرض الانف يكون خمس عرض الوجه، تمام، ان عرض الانف من اسفل يكون قد حدقه العين، تلتين فتحه الفم، كل دي معايير بناخدها. انا سمعت الموضوع ده يا دكتور. ان ننزل من عند هنا بيقولوا ايه مدمع العين، ننزل بخط مستقيم، لو عدى المناخير يبقى هي محتاجه تصغر شويه. لا، صح، لو كده عدى من هنا، لو عدى من يعني لو هنا. الخط المستقيم ده ما عداش على المناخير، مش من بره، مش من بره، عدى من جوه. لا، هو لازم يعدي من بره، لو عدى من جوه من هنا خلاص تمام، ده مثال.
بس طبعا كل دي مقبول فيها ملي او 2 ملي زياده او نقص. ده مقبول جدا يعني. تمام. انما في النهايه دي معايير عامه، انما كل شخص لازم الانف بتاعته تكون تليق عليه هو. يعني كتير جدا بيجيبوا لي صور ممثلات او صور حالات جميله جدا وهو عايز المناخير دي، اقول له المناخير دي حلوه على الوش ده حضرتك مثلا، الصوره اللي انت جايبها وشها مدور وانت وشك مطاول يعني مش هيكون مناسبه مع ملامح او مش معاك خالص يعني. انما كمناخير في حد ذاتها حلوه، انما في النهايه مش هتبقى ماتشنج مع ملامح. اعتقد ان هي جت موضه في فتره الالفينات موضوع الشكل الثابت للانف، ان حد يجيب لك صوره يقول لك انا عايز الشكل ده. ده دلوقتي اعتقد ما بقاش موجود. لا خالص، الناس بقت عندها معرفه اكتر، بقى ما عندها وعي عن انتشار السوشيال ميديا، واحنا كلامنا باستمرار ان الناس بدات تفهم ان لازم المناخير تكون لايقه مع ملامح وش. مناخير مايكل جاكسون دي اللي كانت مانيه في العالم فتره من الفترات، هي دي اللي حضرتك بتحكي عنها، حلم ناس هي كتير. دي اللي كانت عامله مشكله. تمام. دكتور حسام، دلوقتي في موبايل ابلكيشنز او كمبيوتر ابلكيشنز متعارف عليها ان هي بتطلع لك تقريبا النتيجه النهائيه لشكل الانف بعد العمليه، عشان المريض يبقى متوقع ويبقى ماشي خطوه بخطوه، يعني عارف هو هيوصل لايه. حضرتك بترجح الفكره دي او بتتعامل مع الابلكيشنز دي؟ في الحقيقه مش انا بس اللي ما برجحهاش، هي استعملها في امريكا نفسها وقف سنه 98، لان هي بتطلع نتائج مش حقيقيه. كمان مثلا انا دايما بقول للمريض افرض انت عايز تصغر مناخيرك 10 درجات، الموبايل ابلكيشن هيصغرها 10 درجات فعلا. لما نيجي ننفذ ده في الحقيقه نلاقي عند الدرجه السابعه بدا التنفس يتاثر، ففي الحالة دي مش هنقدر نعمل اللي الابليكيشن قاله. الابليكيشن بيتعامل مع الانف على انها شكل فقط، بيهمل الوظيفة تماما فيصغرها لك زي ما انت عايز بغض النظر عن اللي هيحصل في التنفس. كمان مش بيراعي معايير وش او معايير الوجه عند كل شخص، لان هو بيعمل لحد كبير انف تليق لمعظم الناس او لكل الناس، بيتجاهل المرحلة العمرية اللي انت فيها، بيتجاهل الجنسية او الثقافة اللي انت جاي منها. مثلا اللبنانيات والسوريات لو ما رفعناش الانف لفوق جدا بيعتبروا العملية فاشلة، باقي العرب لو عملنا الموضوع ده بيعتبروا العملية غير ناجحة. ففي الحالة دي انا ما بستعملش الموبايل ابليكيشنز ولا الكمبيوتر ابليكيشنز خالص. هو مع التطور السريع والهائل اللي موجود دلوقتي، الابليكيشنز ما اتطورتش ان هي تحل كل المشاكل دي أكيد، او تبقى دقيقه اكتر؟ اكيد اتطورت، ولكن بتغفل موضوع التنفس في النهايه. موضوع التنفس في النهايه، لان الانف ثلاثيه الابعاد مش ثنائيه الابعاد. فانا لو عايز ارفع التب او اعمل اي خطوه في الانف لازم اشوف تاثيرها على التنفس الاول واقدر اموديريت ده. ده حتى الاي اي مش هيعرف شويه او اقلل شويه طبعا ده لازم. وده جوه العمليه، انا حتى لما بشرح للمريض الخطوات بقول له احنا هننحت هنا هنعمل هنا قد ايه ما اعرفش، لان احنا هنقيس جوه العمليه ونتست كل حاجه. في النهايه عندنا حاجه اسمها صمام الانف الداخلي، ده لو اشتغلنا عليه بطريقه اوفر شويه او بطريقه صعبه شويه هيدمر التنفس، وحاجه من الحاجات اللي ما بتتصلحش. اكيد. فده حاجه الاي اي زي ما انت بتقولي او بالابلكيشن ما يقدرش يحل مشكله زي دي تماما يعني. فحضرتك ما بتستخدمش خالص. لا خالص. ازاي ممكن توصل للمريض النتيجه النهائيه؟ بنشرح له كل التفاصيل بتاعه الانف. الانف ده بالنسبه لكم حاجه واحده او جزء واحد، احنا بالنسبه لنا الانف حوالي 9 اجزاء كتير. بنقعد نشرح كل جزء منهم هنقدر نشتغل عليه ازاي عشان نوصل لنتيجه متناسقه، وفي اجزاء منها بيكون التصور بتاعنا غير مكتمل وبيكتمل داخل العمليه فقط. بقعد مع المريض تاني جوه اوضه العمليات بعد ما كنت قاعد معاه في العياده، اراجع كل اللي اتناقشنا فيه، اشوف اي صور معاه، ما عنديش مشكله في القصه دي خالص، بحيث ان هو لما ندخل اوضه العمليات هو يكون عنده تصور واقعي اللي هنوصل له، مش مجرد توقعات واحلام يعني ان شاء الله. طيب دكتور حسام ممدوح، افضل جراح تجميل انف عربي لعام 2020، بتجيلنا اسئله كتير، الجمهورك عايز يعرف حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ في الحقيقه انا بشجع الكره الحلوه. لا احنا مش عايزين اجابه عامه يعني، حضرتك خصص لنا اجابه. هي دي مش اجابه عامه، هي كره حلوه يعني بشجع الزمالك. اصلا ماشي. لا احنا كده هنختلف، فخلينا بقى ايه نبعد عن الحته دي تماما. طيب دكتور حسام، جزء مهم جدا في عمليه تجميل الانف، وده يمكن بيخلي اي حد بيفكر في العمليه يعني يقف شويه، هل العمليه ممكن تاثر على وظائف التنفس او الصوت؟ هو في الحقيقه في طبقه كبيره من الناس مصدر شغلهم من خلال الصوت، زي الممثلين وزي المغنيات. أكيد. او المطربين، كل دول شغلهم الاساسي بيعتمد على صوتهم، فدول بيفكروا 1000 مره قبل ما يعملوا العمليه. أكيد. انا كان لسه قبل العيد ب10 ايام عندي مطربه سعوديه شهيره جت عملت مناخيرها، وفاجئتني ان هي في العيد كانت متعاقده على الحفلات، طلعت غنت لايف في العيد، مش باين اي مشكله في الصوت خالص، بالعكس الصوت بيكون احسن.
بعد قد ايه من العمليه؟ بعد 10 ايام من العمليه. 10 ايام بس. قدرت تغني لايف وما كانش عندها ادنى مشكله خالص. حلو قوي. لان احنا كمان اثناء العمليه زي ما قلت لحضرتك احنا مش بنعالج بس الجزء الخاص بالشكل، احنا بنعالج الجزء الخاص بالتنفس كمان، فكل ما التنفس هيكون احسن الصوت بيكون اقوى وانقى. حتى لو انا مش بشتكي اصلا احيانا كتير من الناس بيكون عندهم مشكله في التنفس وهم فعلا متعايشين معاه، هو متعايش معاه. لان احنا في الطبيعي احنا بناخد نفسنا ب 60-70% من طاقه الانف، تبان معاك اكتر وقت الرياضه او لو وزنك زاد شويه او الكلام ده كله. تمام. حتى لو انت ما اشتكيتش من المشكله دي اثناء العمليه بنشتغل عليها، سواء وجاج الحاجز الانفي او تضخم الغضاريف طبعا بنشتغل عليها. فانت بتتفاجئ بعد العمليه ان التنفس بقى احسن والصوت بقى انقى واوضح كمان طبعا يعني. طيب حلو قوي قوي. دكتور حسام للاسف وقت حلقتنا انتهى، كنت مبسوطه جدا بوجود حضرتك معانا النهارده، واتمنى نشوف حضرتك معانا في حلقات تانية قريب ان شاء الله. كتير يومنا وانا اتشرفت بيكم. الشرف ليا. مستمعينا بشكركم على متابعتكم، واستنوني في حلقه جديده وموضوع طبي جديد في حور من ميديكازون بودكاست.